إلى جائزة الأليكسو الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية، حيث تستعد الجائزة للإعلان عن الفائزين بدورتها الرابعة يوم السبت المقبل الذي يصادف اليوم العالمي للغة العربية، وتسعى الجائزة إلى دعم البحث والإنتاج الفكري في مجال الدراسات اللغوية والمعجمية، وتلعب دورا في إبراز الجوانب المعرفية المتعلقة باللغة العربية وتشجيع الباحثين والمهتمين على توجيه نشاطهم الفكري والبحثي إلى المواضيع التي تهم مستقبل اللغة العربية والعلوم المرتبطة بها. حول الجائزة وكذلك التفاصيل المرتبطة بها معنا في الاستديو سعادة الأستاذ الدكتور محمد صافي المستغانمي، وهو أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة. مساء الخير دكتور وحياك الله معنا. مساء الخير وحياكم الله وشكرا على هذه الاستضافة الطيبة. أهلا وسهلا دكتور. أهلا وسهلا. يعني لو نتعرف على هذه الجائزة والغرض من إنشائها دكتور. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. هذه الجائزة جائزة الأليكسو الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية هي جائزة متخصصة نوعية، على الرغم من كثرة الجوائز الموجودة في العالم العربي، إلا أن هذه الجائزة توجه للغويين والمعجميين بالدرجة الأولى. تم إنشاؤها قبل 4 سنوات بالتنسيق بين مجمع اللغة العربية بالشارقة ومنظمة الأليكسو التي هي منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومقرها تونس، وفرعها اللغوي وفرعها الثقافي هو مكتب تنسيق التعريب بالرباط. فتم إنشاء الجائزة بالتنسيق بيننا لدفع الحركة العلمية اللغوية التأليفية، حيث كما يعني لا يخفى عليك المثقف العربي اليوم يحتاج إلى من يقول له شكرا، اللغوي الأكاديمي المعجمي، دفعا لهذه الحركة التأليفية تم إنشاء الجائزة لتحفيز اللغويين والمعجميين الذين يكتبون في موضوعات لغوية دقيقة وفروع العلم اللسان الآن كثيرة ومتطورة. فالهدف منها هو هدف تشجيعي، لأننا نجد في السوق جوائز للشعر مثلا، جوائز للرواية مثلا موجودة، جوائز للثقافة بشكل عام. هذه الجائزة جاءت بتوجيهات حاكم الشارقة حفظه الله، آمين، صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان القاسمي حفظه الله، آمين، وهو رجل الثقافة دون منازع، لتشجيع الأكاديميين الذين يكتبون في المجالات اللغوية والمعجمية. صحيح. هذا الغرض منها. جميل. طيب دكتور، هناك جهات مشرفة على هذه الجائزة صحيح؟ نعم. يعني أبرز هذه الجهات؟ المشرف الحقيقي والأصيل هو مجمع اللغة العربية بالشارقة تحت رعاية وتحت توجيهات الحاكم حفظه الله الشيخ الدكتور سلطان القاسمي، وبالاشتراك مع منظمة الأليكسو. منظمة الأليكسو هي منظمة تربوية تنضوي تحتها الدول العربية في الثقافة، مثل اليونسكو التي تنضوي تحتها كل الدول العربية وغير العربية. ويساعدون في التنسيق مكتب وتنسيق التعريب، ولكن هذا العام الحمد لله الذي قام بصلب العمل وبكثير من الجهود هو مجمع الشارقة، يعني والحمد لله. الحمد لله، وهذه الجهود مقدرة. كل جائزة دكتور لها شروط خاصة بها للترشح. نعم. فأبرز شروط الترشح في هذه الجائزة. بارك الله فيك. شروط هذه الجائزة هي شروط أكاديمية بالدرجة الأولى. أولا أن يكون البحث مستجدا جديدا، ولا يعني حديثا جديدا في بابه. أن لا يكون البحث قد نشر قبل 5 سنوات. نحن نقبل 5 سنوات فصاعدا إلى الجائزة، على أقل تقدير، على أقل تقدير 5 سنوات. لو كان هذا البحث مثلا نشر في 2010 لا يقبل. نحن نريد أن نشجع البحث الحديث. هذا ثانيا. لابد أن ينشر، هناك بحوث تكتب في الماجستير والدكتوراه وتظل حبيسة الرفوف وفي الخزائن الجامعات. نحن نشجع هؤلاء الباحثين الذين ناقشوا أطروحات الدكتوراه والماجستير أو كتبوا كتبا لينشروها، فهذا يدعم النشر. صحيح. العربي يدعم الكتاب العربي. رابعا، لابد أن يكون البحث في صميم المحور المطروح. يعني هناك موضوعات لغوية كثيرة وفروع اللغة، فروع علم اللسان، عندنا مثلا اللسانيات
النظرية اللسانية التطبيقية، السيميائيات، علم الأصوات، فقه اللغة، النحو، الدراسات النحوية، الدراسات البلاغية، لابد أن ينضبط وينسجم البحث مع الفرع اللغوي. نعم. وأيضا في المعجميات لابد أن ينسجم مع البحث مع المحور المعجمي. أيضا لا يخفى على شريف علمكم أن الذين يشاركون لابد أن يتمتعوا بالموضوعية العلمية. يعني لا يقبل بحث غير موضوعي. لابد أن ينصبغ وأن يصطبغ بالثياب الموضوعي. ماذا أقصد؟ أن يكون له مقدمة، وأن تكون هناك فصول، وأن تكون خاتمة، وأن يكتب بلغة سليمة جزلة قوية. صحيح. وأن تكون هناك فهارس علمية، وأن تكون هناك معلومات بيبلوغرافية، يعني المنهجية العلمية التي تتبع في كتابة رسالة الدكتوراه والماجستير. أكيد صحيح. دكتور، كم بلغ عدد المترشحين لغاية الآن؟ في هذا العام تقريبا في بداية قبل التصفيات كان 67 بحثا، 67 بحثا متخصصا. إلا أننا بعد التصفيات والنظر في معايير الجائزة بقي 47. 47 أيضا تم، أنت تعرف أستاذ محمد، يعني لا يخفى عليك أن الجوائز تمر بترشيحات. صحيح. وتمر بتصفيات. صحيح. تصفيات إلى أن وصلنا في الحقيقة إلى 28 بحثا متخصصا في صميم الجائزة. واضح؟ صحيح. فوصلتنا كثير من الجوائز. صحيح. ربما يصلنا كتاب رائع لكن نشر قبل 8 سنوات. يعني دكتور، هناك البعض ربما يتساءل، هل هي جائزة لغوية عامة؟ بمعنى يعني أي من الممكن بأن يكون هناك كتاب في اللغويات أو في المعجميات، نعم، بإمكانه أن يشارك في هذه الجائزة دكتور؟ هنا يأتي دور التصفية. لا، ليس كل بحث يقدم. واحد كتب كتاب قبل 8 سنوات نقول له الشرط السنوات لا ينطبق. واحد كتب كتاب في فقه اللغة والمحور العام كان حول الدراسات اللغوية النحوية، لا يقبل حتى ولو كان الكتاب عظيما. هناك محاور خاصة. هناك محاور خاصة. المحوران اللذان طرح هذا العام هو محور الدراسات النحوية الحديثة والمعجمية الصناعة المعجمية، الصناعة المعجمية المتخصصة. فهذان المحوران جاءتنا فيهما كثير من البحوث كما قلت لك. بعد التصفيات الذين تباروا فعلا على الجائزة 28 بحثا تنطبق عليه جميع المعايير. صحيح. وهذا عدد كبير. لا شك. من دكاترة من الإمارات، من الأردن، من سوريا، من العراق، من كل الدول. صحيح. حوالي على ما أذكر حوالي 11 دولة، وهناك دول من غير الدول العربية جاءتنا بحوث. يعني صاحبها يكون باحثا ولكن يعيش في أستراليا. احنا لا يهمنا. صحيح. هذا. صح. يهمنا أن يقدم وفق الشروط المطلوبة. لا شك. طيب دكتور، يعني الجائزة تستهدف اللغويين، نعم، بينما أهل الفن أو الأدب هل بإمكانهم دكتور المشاركة؟ نعم، يعني هناك من يكون أديبا، فنانا، روائيا، ولكن له بحث لغوي في صميم الموضوع. لا يمنع. نحن في الحقيقة عندما نقول تستهدف اللغويين والمعجميين هذا ليس قالبا أو حكرا على أحد. صحيح. قد أكون أنا مثلا أو أنت تكون روائيا شاعرا، ولكن لك بحث في صميم النحو يوما ما نشرته. نعم. وينطبق على المعايير فنحن نقبله. جميل. وشارك معنا عدد من اللغويين والأدباء. جميل. عادة المشاركين في مثل هذه الجوائز يهتمون بأدق التفاصيل وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات التحكيم. نعم. فياريت لو تطلعنا دكتور على أبرز إجراءات التحكيم. إجراءات التحكيم بارك الله فيك، عندنا تصفيات. أولا ترسل البحوث الورقية إلى مكتب تنسيق التعليم، وترسل البحوث الإلكترونية كلها إلينا نحن في الشارقة. نستقبلها، نقوم بالتصفية الأولى، ثم استبانات لابد أن تملأ. بعد ذلك يأتي دور لجنة التحكيم. لجنة التحكيم مكونة من كبار علماء اللغة العربية، نعم، من اللغويين الذين لهم إنتاج غزير، ومن المعجميين. جيد. ثمة معايير يرعونها، من بينها ما ذكرته أولا أن يكون البحث أصيلا، أن يكون طريفا في بابه حديثا، أن يلتزم بالشروط للبحث الأكاديمي من كتابة لغوية سليمة، من اعتماد على بيبلوغرافيا. واحد يكتب لي نص في 200 صفحة دون الاعتماد على مراجع ودون الإشارة إلى يعني المراجع التي أخذ منها. صحيح. وما الإشكالية التي يطرحها؟
ماذا يعالج هذا البحث؟ ما الحلول التي قدمها؟ نعم؟ هذا الأسلوب اللغوي، لابد من أسلوب لغوي جزل. تخيل واحد يقدم لك بحثا فيه أخطاء لغوية أو نحوية أو صرفية، هذا لا يقبل، يقصى من البداية. فالشروط هي معايير الأكاديمية التي تقبل في الدكتوراه. صحيح. لماذا ربطت المدة الزمنية دكتور؟ يعني بما معنى ذكرتي بأن البحث إذا كان يعني قد تم الانتهاء منه في ونشر في 2010 على سبيل المثال لا يمكن أن يشارك في هذه الجائزة. بارك الله فيك، هذا بالعكس، هذا نقطة تحسب لهذه الجائزة. صحيح. لأننا نريد أن نشجع البحث الحديث. أه. طلاب دكتوراه، أساتذة في الجامعات، نريد أن يستمروا في البحث. أه. لو فتحنا الباب للبحوث القديمة تصلنا المئات بل الآلاف. صحيح. جيد، وإحنا ماذا نصحح؟ صحيح. وماذا نحكم؟ صحيح. نحن حددناها حتى نقول يا أيها الطالب، يا طالب الدكتوراه، يا أيها الأستاذ الجامعي، أنتج لنا شيئا جديدا في المحاور الحديثة، وبالتالي هذا يحفز أهل العلم والأكاديميين للإنتاج. صحيح. طيب هذه البحوث دكتور من الذي يقوم بتحكيمها؟ لدينا كوكبة قوية جدا من علماء اللغة العربية، ما شاء الله. لا أستطيع الإفصاح لأن لجنة التحكيم عادة، نحن عندنا لجنة تحكيم مستمرة، هم أمناء الجامعة، هم أمناء الجائزة، وهم أعضاء في لجنة التحكيم، ونشرف عليهم نحن شخصيا، أنا كأمين عام مجمع اللغة العربية، وزميلي الدكتور عبد الفتاح الحجمري، نحن ننسق بينهم، فهم من ذوي الإنتاج العظيم، أسماء لامعة في سماء اللغة العربية، ما شاء الله. نحافظ على السرية للمحافظة على الجائزة وقوتها ومصداقيتها، والحمد لله. الحمد لله. طيب دكتور، من المهم معرفة كيفية الوصول إلى الفئة المستهدفة من الباحثين، سواء كانوا لغويين أو أدباء أو فنانين، مما تنطبق عليهم الشروط، كيف بإمكانكم الوصول لهم؟ نصل إليهم عندما نعلن على المحورين الجديدين. نعم. بعد يومين أو ثلاثة أيام نتركها مفاجأة، سيعلن صاحب السمو حاكم الشارقة عن المحورين الجديدين. ما شاء الله. لدينا محوران جديدان لكل العام. هذا واحد، نعلن عن المحورين، نخاطب الجامعات العربية، نخاطب المؤسسات التربوية، نعلن في تلفزيون الشارقة، في وسائل التواصل، عبر موقع مجمع اللغة العربية بالشارقة، عبر موقع مكتب تنسيق التعليم. الآن أصبحت جائزة لا أبالغ إذا أقول مرموقة ومتبوعة، وشغف بها اللغويون. تعرف لماذا؟ أولا لأنها جائزة متخصصة، ثانيا يغدق يعني تغدق على صاحبها كثيرا من المال. رعاية صاحب السمو لهذه الجائزة ودعمه بحد ذاته، نعم، يعني شرف عظيم. لا شك، لا شك، وهو عنصر محفز لهؤلاء، عنصر محفز، لأنهم يعلمون المشروع التربوي، المشروع اللغوي الثقافي الذي يقوده صاحب السمو حاكم الشارقة في الشارقة. لا أحد يجادل الآن لا في المشرق ولا في المغرب بأن الشارقة تحمل راية العلم والثقافة والفكر واللغة. صحيح. هذا واحد. ثانيا، عندما نقول لباحث في إحدى الجامعات ستنال $30,000 على إذا كنت الفائز الأول، وتنال $20,000 إذا كنت الفائز الثاني، ما الذي سيخسره هذا الباحث؟ بالعكس، الكل يتحفز، وبالعكس نحن وجدنا قبولا، ولست مبالغا في الكلام، كثير من الأكاديميين واللغويين يقولون جائزتكم جائزة الأليكسو الشارقة، أثبتت جدارتها، أثبتت موضوعيتها ونزاهتها. والله أنا أقول من هذا المنبر، حاكم الشارقة لا يتدخل أبدا، لا يوجد إملاءات سياسية، بالعكس، من أحسن العمل وأحسن تقديم العمل الأكاديمي الفذ المتميز ينجح، فلا يوجد إملاءات، ربما هناك جهات تتدخل فيها عناصر أخرى للنجاح في الجائزة. نحن لجنة التحكيم، وهذا كلام أنقله على ألسنة لجنة التحكيم، قالوا والله أحسن جائزة نحن مرتاحون فيها، لا أحد يملي على أحد شرطا إلا الموضوعية والنزاهة والعمل الأكاديمي العظيم. لجنة محايدة إذن. محايدة جدا جدا، وصاحب الجائزة محايد. لا شك. نحن نشهد لا شك. بذلك. لا شك. تواجه دكتور، يعني ندرك تماما بأن اللغة العربية تواجه جملة من التحديات تفرضها تيارات العولمة أو كذلك اقتصاد المعرفة وربما تكنولوجيا الاتصال. سؤالي، كيف يمكن للغة العربية أن تواكب مثل هذه التحولات؟
سأتحدث بإيجاز أم بإطناب؟ خذ راحتك دكتور. بارك الله فيك. والله اللغة العربية تواجه كما تفضلت تحديات العولمة كثيرة، منها الإزدواجية اللغوية واللغات الأجنبية التي الآن طغت على السوق، وارتبطت في أذهان الناس أفكار كثيرة، من بينها أنا ابني لابد أن يلائم مخرجات السوق حتى يعمل. فراح الآباء والأمهات يبعثون بأبنائهم وفلدات أكبادهم نحو المدارس اللغات الأجنبية رغبة في السوق. كيف تستيقظ اللغة العربية، بل كيف تحتل مكانتها العظيمة؟ كيف؟ بالعودة إلى الإنتاج، إلى الإنتاج المعرفي. اللغة العربية عظيمة دون منازع، يعني لها من الخصائص والمميزات ما يجعلها تتربع على اللغات العالمية. ويكفيك أن الأمم المتحدة أقرت اليوم العالمي 18 ديسمبر وهي من اللغات الست. لا أكون مبالغا إذا قلت بعد أعوام قليلة تكون اللغة الثانية أو الأولى. لماذا؟ إن شاء الله. إذا أحسن أصحابها الإنتاج المعرفي. الآن نريد أن ترتبط اللغة العربية الفصيحة بالإنتاج، بالثقافة، بالتعليم. لا ينبغي أن تبقى اللغة العربية حبيسة الجدران المكتبات. لا ينبغي أن تبقى على ألسنة الأدباء واللغويين، بل لابد من تعميمها. هذا التحدي رقم واحد. التحدي رقم اثنين هو العاميات. العاميات المنتشرة الآن، طبعا لا أحد ينكر أن العاميات موجودة. صحيح. في كل الدول العربية. صحيح. والولد الذي شب ونشأ وترعرع يتحدث مع أمه اللهجة العامية، أو بين عشية وضحاها سيصبح فصيحا؟ لا. لا، نقول لابد أن نواجه هذا التحدي بأن يتحدث الآباء والأمهات مع أبنائهم باللغة الفصيحة. حديث الآن للمثقفين، للغويين، للأساتذة، للمعلمين، هذا يزيد. لكن لو سألتك أستاذ محمد كم أسرة تتقن اللغة العربية؟ الجواب سيكون نسبة قليلة. صحيح. إذن العاتق المسؤولية الكبيرة على المعلم، على المناهج، على معلم اللغة العربية ومعلمة اللغة العربية أن تربي هذا النشء على اللغة السليمة. نحن لا ننكر العاميات، وأنا قلتها في جامعة الشارقة، اللغة العامية بين الفصيح والعامي. نحن لا ننكر العامية، ما كان من الألفاظ عاميا نفصحه. هناك كلمات أصلها فصيح نلجأ إليها. نعم، نبسط، عوض أن أقول ناولني نقول هات، وهات اسم فعل أمر بمعنى ناولني. صحيح. قل هاتوا برهانكم، وهو لغة بسيطة. صحيح. ومستعملة في القرآن. صحيح. نستطيع أن نبسط وأن نعود طلابنا في المدارس والجامعات والكليات أن يتحدثوا بلغة سليمة. أقول لغة سليمة فصيحة بسيطة جدا. لا نريد التقعر. ومن شاء أن يبحث في معين اللغة فليبحث. التحدي قائم وعلى الآباء وعلى الأمهات وعلى مدرسي اللغة العربية ومدرساتها أن يحسنوا تعليم البيان العربي. أخي الكريم، كلمتي من هذا المنبر العظيم، اللغة هي حياتك، هي شخصيتك، تبين عنك إذا تحدثت. يعني أبديت ما أنت. صحيح. ترسم مستقبلك. لذلك ما الفرق بين الإنسان والحيوان؟ الحيوان أعجم لا يتكلم، العجموات. الإنسان إذا تحدث أبان وأفصح، وسبحان الذي أنعم على الإنسان بالبيان، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. إذن بالبيان نفلح. بأي بيان؟ بالبيان الصحيح السليم. ولا يعني هذا، حتى لا أفهم خطأ، أننا لا ندرس اللغات. ندرس اللغات الأجنبية وندرس اللغة العربية. قلت لهم ذات مرة في إحدى المحاضرات، نعم للغات لا للتفريط في الفصيحة، في اللغة الفصيحة. اللغة الفصيحة هي كياننا، هي هويتنا، هي تحمل خصائص وطنيتنا وعروبتنا. فالتحديات قائمة ولابد من النهضة من جديد. صحيح. يعني بارك الله فيك دكتور، ركزت على التهيئة والتنشئة السليمة والتي تبدأ من داخل المدرسة. صحيح. وربما الحديث فيما بين المعلم والطالب لن يكون كافيا إذا لم يقرن كذلك بأنشطة لا صفية. على سبيل المثال، هناك مسرحيات، هناك إذاعة مدرسية، هناك خطب وأنشطة يقوم بها هؤلاء الطلبة، تندرج ضمن الأنشطة اللا صفية. في الشارقة على سبيل المثال هناك مهرجانات خاصة. نعم. للأطفال تقام داخل هذه المدارس وخارجها كذلك. هناك مهرجانات تشرك هذه الفئة من خلال طبعا مراكز الناشئة وسجايا فتيات وغيره.
تقوم بتهيئتهم التهيئة السليمة الصحيحة. مثل هذا الأمر ماذا يعني دكتور؟ نعم نعم، وأنا أشهد على ما تقول. نعم. الشارقة دون منازع، يعني هناك دول، هناك مدن أخرى تقوم ببعض الأعمال اللغوية، لكن الشارقة تفردت في أدب الأطفال، في الأيام القرائية، في المهرجانات المسرحية. نعم، والأنشطة اللاصفية كما تفضلت في المدارس، هذه تسقل مهارة الحديث، تسقل مهارة الإبانة والتبيين والفصاحة والإفصاح. متى يتعلم الطالب بين جدران الصف فقط؟ لا، عندما يتحدث في الطابور المدرسي، في الإذاعة المدرسية. صحيح. نعم، الأنشطة الموجودة أنا يعني أشكر جدا القائمين عليها، أثني وأثني على ما تقوم به دور الطفل في الشارقة. نعم. مؤسسة لغتي. نعم. التي تعنى بالطالب، بالتلميذ منذ سن الحضانة. صحيح. هذا كلام عظيم. وهذه رؤية ثاقبة، لأن السن الذهبية لتعلم اللغة ما هي؟ هي الثانية والثالثة والرابعة والخامسة. صحيح. والسادسة. صحيح. بعد سنتين الولد يلتقط كل شيء. فلذلك لو أن دور الحضانة، لو أن صفوف التمهيدي، لو أن صفوف التأسيسي الثلاثة الأربعة الأولى أحسنت صوغ عقلية هذا الولد وأحسنت إشرابه اللغة السليمة، والله إننا سنجني أجيالا من الفصحاء، من المبدعين الذين يتبارون في المحافل والمجامع، وتتحسن اللغة في وسائل التواصل الاجتماعي. لا شك. الآن أنت قلت للتحديات. نعم. والله من التحديات هذه اللغة التي تسمى، سمحني، الأرابيزي، يعني خلط ما بين العربي والإنجليزي. ما الذي يدعوك يا أخي ويا أختي الفاضلة لهذا الخلط؟ لغتك سليمة وجميلة ورائعة، وتغنى بها الشعراء، وأنزل الله بها القرآن، ولا مانع فيما بينك وبين زميلتك أن تتحدثي بلغة بسيطة. صحيح صحيح. كذلك من الملاحظ دكتور بأنك ركزت في حديثك على الإنتاج المعرفي. نعم. هل من الممكن إعطاء أمثلة على الإنتاج المعرفي؟ الإنتاج المعرفي هو أننا ندعو العلماء أولا إلى التعريب. لا يمكن أن نبدأ من صفر أستاذ محمد. نبدأ من حيث وصل الآخرون. الآن الألمان واليابانيون والأمريكان وصلوا إلى إنتاج علمي عظيم. جيد، نحن لا ينبغي أن ننسى أن الأجانب وأن الحضارات الأخرى كانت في عهد المأمون وفي عهد الأندلسيين يترجمون من العربية إلى العبرية إلى اللغات التي كانت منتشرة في ذلك الزمن. نحن الآن ودون حياء ودون خوف ننقل الحضارة مما وصلوا إليه من إنتاج معرفي في الفيزياء، في الكيمياء، في العلوم الدقيقة. هذا يسمى التعريب وليس التغريب المتبع. هذا واحد. اثنين، ندعو علماءنا، ندعو الباحثين في الجامعات، في مراكز البحث، أن ينتجوا، أن نساهم. والله حسب ما اطلعت في الشابكة أن كثير من العلماء العرب من المبدعين يعيشون في الجامعات الغربية، ينتجون يخترعون، وتسمى براءة الاختراع باسم تلك الجامعة، ستانفورد ولا فلان ولا فلان. هؤلاء لابد من احتوائهم، من تشجيعهم. عندما يكون إنتاج المعرفة، إنتاج، سامحني، هاتف نقال متخصص، إنتاج وسائل تكنولوجية حديثة في التلفزيونات، في وسائل التواصل، العقل العربي جبار. صحيح. وأنا أقول لك، وهذا لا يخالفني أحد، كثير من العقول العربية حتى في الناسا موجودة. إذا لو تضافرت الجهود وتآزرت واستطعنا احتوائهم، ننتج المعرفة، فتكون العربية يعني متربعة عرش هذه اللغات بإذن الله عز وجل. سعد بوجودك معاي الأستاذ الدكتور محمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة. نتمنى لكم كل التوفيق في جائزة الإلكسو الشارقة للدراسات اللغوية والمعجمية. شكرا جزيلا. شكراً يا أستاذ محمد، الله يحفظك.